بس انا مش مرتاحه له. ابوكي وافق على العريس وهيجوا يقروا الفتح. عاوزين نغير الصالون، شكله بقى وحش وقديم. وانا قاعد على مطبعه فلوس. بابا انا تميت 18 سنه وعاوزه اتعلم السواقه. ما عنديش بنات تسوق. بس انا نفسي اتخصص هندسه ميكانيكا. بنتي على اخر الزمن تشتغل في ورشه. شفتي يا احمد انا جالي شغل كويس. شغلي ايه؟ انت مش عارفه حاجه. لو قابلت في حياتك مواقف ونماذج زي دي يبقى لازم تقفي وتواجهي وما تقبليش. لو عندك حكايات ومواقف تتحكي ابعتيها على هاشتاج ما تقبليش. حملة ما تقبليش، قولي رأيك وما تسكتيش.